هاي يا ميمتي، خصني شيء من جدة؟ أبي سلامتك يا نظر عيني، بس واللي سلمك يبا، أول ما توصل اتصل وطمني. أبشري يما على هالخشم. يسلم خشمك. الله يخليك. وانت يا اسمه تبين شيء من جدة؟ إي والله وأنا أختك، أبيك تشوف لي أغراض هناك بجدة، حقة المشغل اللي أنا ناوي أفتحه. طيب، جدة نفس الرياض، خذيها من الرياض من هنا أرخص بعد. وراك تسألنا إيش تبون؟ يا بنت الحلال ذا يسمونه برستيج، برستيج. يعني كل واحد يسأل أهله بتبون شيء وأنا جاي ولا شيء، ومو شرط ترى يجيبه. يا بعد قلبي، زين ومو بيوصلك المطار؟ يما محمد خويي بنروح بسيارته المطار وبنوقفها هناك. طيب، إيش رايك تتصل على أخوك حمد يوصلك المطار وتخلون سيارة صديقك محمد هنا عند البيت؟ وليه يما نشق على أخوي محمد آخر الليل؟ حنا كلها يومين وراجعين، بناخذ عمره ونتمشى في جدة ونرجع، سيارتنا تحترينا في المطار. اللي تشوفه وأنا أمك. نسيت أقول لك يما، ترى مرت عمك متصلة علشان تحدد موعد ملكتك وزواجك على بنتهم. أبشر يا ميمتي، أنا بكلم عمي إن شاء الله وأقول له إن الملكة بعد شهر، والزواج إن شاء الله يكون في الصيف، عسى إن شاء الله أكون لقيت لي وظيفة. أزين يما، يكون بعد توظفت يا يما وتعينت، ما يصير يا يما الواحد يتزوج وما عنده عمل. دامك تقول الرياض زي جدة، أجل جيب لنا معك سمك. هنجيب لك سمك يا أختي. طاقة الحوال لو سمحت. سم يا أبوي. بالله شوف لي مقعد جنب الشباك تكفى. أبشر أبشر. فقط تفوتنا الرحلة من نقاط التفتيش اللي على الخط، مرور ثم شرطة، شرطة ثم مرور. والله إنك صادق، ولا كأنه في ناس مسافرين وناس ممكن يتعطلوا، حتى الناس اللي بيتمشوا، والله هذه حالة. تفضل، على بوابة 26 أعلنوا النداء الأخير على الرحلة. شفت؟ بغت تفوتنا الرحلة. يا أخي فال الله ولا فالك، ترى الرحلة هذه بنروحها بنروحها، حتى لو أشيلك معايا كعابي. يلا نمشي. يلا. وين اثباتك؟ قصك البطاقة؟ اي نعم موجودة. معليش بسرعة يا خالد، الرحلة بتقفل ترى. يا اخي ما ادري وين راحت ذي يا شيخ. يا اخي دور لها في جيبك هذا ولا الثاني ولا يمكن في المحفظة. ما في شيء يا اخو. اوه الظاهر اني نسيت عند موظف الخطوط اللي هناك. ابى اروح اجيب وجهي بسرعة. ها طيب ايش رايك انا بكلم الكابتن ينتظرك طال عمرك لين ما تجي. يا ليت والله دقيقة. يا ليت تستخف دمك تبغى تجلطني انت؟ ايش العالم ذول؟ يا اخي قسما بالله اني معطيك اياها وهذا اخر خبري فيها. يا اخي انت ناوي تبلاني ببطاقتك، اخذها شو اسوي فيها؟ انا ما قلت انك ماخذها، انا اقول لك دور هنا ولا هنا يمكن تلقاها طايحه. يا اخي دورت قدامك وهذا الكاونتر ما في شيء، تضيع بطاقتك تبلاني. يا عزيزي انا ما تبليتك، بطاقتي عندك، شوفها موجوده ولا لا؟ لو سمحت وخر، ترى المسافرين اللي وراك اشغلتنا واشغلتهم. لو سمحت وخر. ماني بموخر يا اخوي، انا ابي بطاقتي عندك، عطني اياها. ترى بضطر اني انادي العسكري. يعني تهددني بالعسكري؟ هيا نوريك انا. ها وش رايك في هالبطاقه اللي ضاعت؟ وش السوات؟ لا توشوش لي ولا وشوش لك، سيبني في حالي. طيب ظنك بيلقونها؟ يا خالد احنا ما رحنا لشرطه المطار وقالوا لنا انه في جهه مسؤوله عن الامور هذه المفقوده. يا اخي خليك متفائل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. ثبتاتكم لو سمحتوا يا شباب. ايه تفضل ابشر. سم وانت وين ثباتك؟ والله قصه طويله، ضاع في المطار. ضاع في المطار؟ اي نعم ضاع. ايه حول لو سمحت معنا. طيب اوكي. اقول روح لاخوي حمد وجيبوا اي شيء يثبت هويتي والحقوني القسم. رايح القسم؟ اكيد حول. وقف على جنب. راجع له. تفضل. راجع له. توكل على الله. يا ربي. الله يستر. وين راحوا هذول؟ تاخروا؟ لا تخافين يما، ترى اتصلوا قبل شوي وقالوا جايين بالطريق. اجل فينهم؟ ها؟ هذول جو. شو بالك قلقتن انت مسوي مناحه في ذا السياره؟ ها جبت السمك؟ احنا فين وانت فين؟ سلامات يمه، وش صاير؟ وش بلاك ليش سجنوه؟ طيب ليش سجنوه؟